شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في حفل مراسم تتويج صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والذي أقيم هذا اليوم في كنيسة ويستمنستر أبي في العاصمة البريطانية لندن. نعم، تأتي مشاركة صاحب الجلالة الملك المعظم تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. خلال الحفل قدم حضرة صاحب الجلالة رعاه الله أخلص التهاني إلى صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث بهذه المناسبة، معربا عن تمنياته الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد لمواصلة قيادة المملكة المتحدة نحو المزيد من التقدم والتطور والرقي وتعزيز الدور الريادي والمكانة المرموقة التي تبوأتها على الساحة الدولية والتي أرسلت دعائمها جلالة الملك إليزابيث الثانية. أكد جلالته أن هذه المشاركة تأتي تجسيدا لأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين العائلتين الملكتين في البلدين الصديقين، وتميز العلاقات الثنائية الاستراتيجية والشراكة الوطيدة والراسخة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة التي تمتد لأكثر من 200 عام من التنسيق والتعاون المثمر والعمل المشترك البناء في مختلف المجالات. مؤكدا جلالته رعاه الله العزم على مواصلة العمل مع صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث لدعم وتطوير هذه العلاقات المتميزة بما يخدم مصالح البلدين ويحقق تطلعات شعبيهما الصديقين. من جانبه أعرب صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث عن شكره لحضرة صاحب الجلالة مبديا خالص تقديره لتهنئة جلالته، وما عبر عنه من مشاعر صادقة والمجددة لعمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكتين الصديقتين، متمنيا لجلالته دوام الصحة والعافية ولشعب مملكة البحرين مزيدا من التقدم والنمو. الجدير بالذكر أن مملكة البحرين قد شاركت سابقا في مناسبات مماثلة، حيث شارك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في حفل مراسم تنصيب جلالة الملك ويليام ألكسندر على عرش مملكة هولندا في أمستردام، كما شارك سموه في حفل مراسم تنصيب جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان على عرش الإقحوان للإمبراطورية اليابانية في القصر الإمبراطوري بطوكيو. كذلك حضر سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم حفل تنصيب رئيس جمهورية صربيا الجديد ألكسندر فوتش ياتش لقصر الجمهورية في بلغراد.